لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب. باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب، وكراهة رد الريحان والطيب. باب استعمال المسك، كأنه يشير إلى الشذوذ الذي خرجت به الشيعة في أنهم ينكرون استعمال المسك، وسيأتي البيان لذلك في آخر الحديث. باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يذكره هنا لكن ورد أيضا يعني في الأصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسك أطيب الطيب. أفضل يعني ما يتطيب به المسلم المسك. وهذا في الحقيقة ابتداء يعني فيه بيان لأن الطيب اللي هو يعني المسك، يعني إذا كان من جهة أنه طيب، أفضل أنواع الطيب. يقول ربما بعض الناس: هناك بعض أنواع الطيبات ظهرت حديثة وروائحها أعلى وكذا ونحو ذلك. لا والله، لأن قائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المسك أطيب الطيب. ولذلك مهما كان هناك من طيبات أو يعني أنواع من الطيب، فالمسك أطيبها. نعم. قال: وكراهة رد الريحان والطيب. كراهة رد الريحان والطيب عموما. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ابتداء: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. فيه كراهة رد الطيب عموما، الطيب عموما سواء الريحان أو غيره، ويزداد ذلك في المسك أكثر، لأن المسك أطيب الطيب. ولذلك إذا أعطيت هدية من الريحان أو من المسك ونحو ذلك، فإنه يعني يكره لك أن تردها. طيب، قد يقول قائل: مثلا أنا ربما لا أستعمل مثلا الطيب أو نحو ذلك لظروف مرضية أو نحو ذلك. الجواب: اقبل الهدية واعطيه لغيرك، يعني اقبل الهدية واعطي الطيب لغيرك. ربما يقول قائل: طيب ماذا لو عرض علي الطيب للاستعمال؟ يعني زي مثلا أحوال بعض الناس، يقوم يعرض عليك الطيب أنت على طول كده تتطيب منه ساعتها، وأنت يديك البتاع تقوم على طول تحط منها كده. إذا كان بالفعل هناك ما يضر الإنسان من ذلك كأمراض الحساسية لبعض الناس ونحو ذلك، فلا بأس عند ذلك بالرد. لماذا؟ لأنك رددته لعذر، ويحمل الكراهة على الرد لغير عذر، الرد من غير عذر. ولذلك من أطيب ما يقدم كهدية أيضا الطيب، وخصوصا المسك، فإنه خفيف المحمل، يعني لا يرهق الإنسان ونحو ذلك، طيب الريح. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسك أطيب الطيب، المسك أفضل أنواع الطيب، وهذا كما أشرنا يدل على أفضلية المسك على غيره. ثم من كلام الإمام النووي أو من تبويب النووي كما أشرنا في الأول: باب استعمال المسك،
باب استعمال المسك. فكأنه يشير إلى يعني مخالفة الشيعة لهذا الأمر، وهو أن المسك أطيب الطيب. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى وهو في يعني شرحه لصحيح مسلم، قال فيه أنه أطيب الطيب وأفضله، يعني في الحديث حديث المسك أطيب الطيب، قال فيه أنه أطيب الطيب وأفضله، وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه. يجوز استعماله في البدن وهو ليس نجس، والثوب وهو ليس نجس، ويجوز بيعه لأنه ليس نجسا ويجوز بيعه، وهذا كله مجمع عليه. قال ونقل أصحابنا، بيقول يعني النووي، قال ونقل أصحابنا فيه عن الشيعة مذهبا باطلا، قال وهم محجوجون بإجماع المسلمين، يعني يرد عليهم بإجماع المسلمين والأحاديث الصحيحة في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له واستعمال أصحابه، هم محجوجون بإجماع المسلمين. المسلمون جميعا مجمعون على حب الطيب، ثم الأحاديث الصحيحة في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للطيب وللمسك، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. يقول النووي قال أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم، قالوا هو مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أبين من الحي فهو ميت. أنه مستثنى من القاعدة المعروفة ما أبين من الحي فهو ميت. هناك قاعدة عند الفقهاء، ما أبين من الحي فهو ميت، هي مأخوذة من حديث ما أبين من الحي فهو ميت، يعني لو أننا قطعنا جزءا من حي حيوان إنسان حكمه حكم الميتة، حكم الميتة، يعني يكون نجسا. ولذلك مثلا هل يعني يجوز لإنسان أن يأتي مثلا إلى بقرة ويروح قاطع منها حتة لحمة وهي حية ويروح يأكلها بعد كده؟ لا، حكم ذلك أنها ميتة نجسة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه بعض أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، وجعل الشرع ما خرج أو ما قطع من الحي في حكم الميتة لأجل أن ينتهي الناس عن هذا الفعل. وكأن الشيعة أو كأن الإمام النووي يشير أن الشيعة كأن عندهم لبس في هذه المسألة، وهي أن المسك هذا مستخرج من الدم، وهو دم يعني الحيوان المشهور الغزال مستخرج منه المسك، وكأنه يريدون أن يقولوا الدم نجس ومستخرج منه هذا، فهذا المسك نجس. وهذا مردود كما سبق بإجماع المسلمين وبالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم واستعمال الصحابة له. قال النووي أو يقال إنه ده مستثنى من القاعدة ما أبين من الحي فهو ميت، أو يقال أنه في معنى الجنين والبيض واللبن، الجنين والبيض واللبن، يعني لو أن حيوانا مات فإننا يجوز أن ننتفع بالجنين لو كان حيا، وكذلك ننتفع بالبيض، بل وكذلك هو في حياته من باب أولى، فإذا كان هو حي وخرج منه الجنين وخرج منه البيض وخرج منه اللبن، كل هذا يخرج من أماكن ربما يكون تخالطها نجاسة، ولذلك كل هذا الادعاء من الشيعة كل ادعاء باطل لا دليل عليه، وهو تكلف فاسد، والدليل النصي في الشرع جاء بما يدل على الإباحة. نعم. ثم قال كتاب الشعر، قال النووي رحمه الله كتاب الشعر
قال عن الشريد قال رضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم. قال هيه. قال فأنشدته بيتا. فقال هيه. ثم أنشدته بيتا. فقال هيه. قال حتى أنشدته 100 بيت. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال كتاب الشعر هذا الكتاب يتعلق بالكلام عن الشعر من جهة حكم الشعر وإن كان يجوز هل هناك ضوابط لهذا الجواز وما هو الشعر الذي يعني منعه الشرع وما درجة المنع التي منعها لكل درجة من درجات الشعر الذي هو مباح الشعر الذي هو محرم وهكذا. قال عن الشريد والشريد هذا كما قال النووي رحمه الله تعالى هو الصحابي الجليل رضي الله عنه الشريد بن سويد الثقفي الشريد ابن سويد الثقفي. قال رضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ رضفت يعني كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وهو المرافق على الدابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء؟ أمية ابن أبي الصلت هذا رجل من أهل الجاهلية وكان مشركا لكن كانت له أشعار وكانت له أبيات من الشعر فيها ما يعني يتكلم به كأنه رجل مسلم موحد يعني من يسمعها يظنه مسلما ولا يظن أنه مشركا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم وهذا لما كان يقوله كثيرا في أشعاره بما يظهر إيمانه باليوم الآخر والبعث والنشور. نعم. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قال قلت نعم. قال هيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هيه وكلمة هيه هذه كما يقول العلماء كلمة للاستزادة من الحديث الاستزادة من الحديث يعني يقول هيه يعني هات تاني وهكذا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية بن الصلت إنه لما سمع الرجل بيقول له شعر من شعر أمية بن الصلت وجد فيه كلام طيب عن اليوم الآخر وعن البعث فجعل يقول له هيه يعني زدني مرة أخرى وهكذا. قال ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. لبيد هذا رضي الله عنه هو الصحابي أيضا لبيد بن ربيعة الصحابي الجليل لبيد ابن ربيعة وكان شاعرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع منه شعرا وأثنى على هذا الشعر قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ما هي؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ويعني هذه كلمة في الحقيقة يعني رائعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصادقة. أي شيء خلا من الله فهو باطل سواء كان في أمور الدنيا من مآكل مشارب زواج سفر مجالس أي شيء. والناس حتى العامة عندنا في زماننا يقولون كلمة قريبة من هذا المعنى جيدة يعني في الحقيقة
يقولون اللي ما فيهاش لله يعني تخرب يعني بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: إذا جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه كانت عليهم من الله ترة، كانت عليهم من الله ترة، ترة يعني حسرة والعياذ بالله. فأي شيء ليس فيه ذكر الله، ليس فيه حكم الله، ليس فيه الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون باطل. وهذا على كل مستوى، كل الأشياء، الدول، المجتمعات، الشركات، البيوت، المنازل، المدارس، الجامعات، المصانع، المجالس، الزواج، كل شيء لابد أن يكون الله عز وجل فيه. ولذلك إذا لم يكن الله عز وجل فيه سيكون الشيطان والعياذ بالله، ولذلك سيكون باطلا. لذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة الشاعر هذه وقال: قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني من كثرة ما كان يتكلم كلام يعني كلام في التوحيد، إيمان باليوم الآخر، الكلام عن البعث والنشور، ولكن سبحان الله العظيم. فهذا في الحقيقة يعني خلاصته يعني فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر، سمع الشعر. لذلك النووي رحمة الله عليه قال في الحديث: جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه. يعني من الفوائد جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه، وسماعه أي جواز أيضا سماع الشعر الذي لا فحش فيه. وعليه فالشعر الذي فيه فحش هذا شعر محرم، وهو الذي يثير الغرائز أو الذي يذكر المفاتن ونحو ذلك، فهذا شعر مذموم. نعم. قال: سواء شعر الجاهلية وغيره. يعني إنه يجوز سماع الشعر إذا لم يكن فيه فحش، سواء شعر الجاهلية أو غيره، حتى ولو كان من شعر الجاهلية. وإلا فسماع النبي صلى الله عليه وسلم لشعر أمية بن أبي الصلت يدل على ذلك، فإنه كان من شعر الجاهلية. قال: وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه، وأما المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه قال إنما هو الإكثار منه. يعني بعض العلماء تكلم في هذه المسألة وقال إنه حتى الشعر اللي غير مذموم إنه يكره للإنسان أن يعني يستمع إليه وأن يقوله ونحو ذلك. لكن ضابط هذه المسألة أن الشعر الذي ينهى عنه أو الشعر الغير مذموم يقصد بالمنع إذا كان ذلك من قبيل الإكثار، من قبيل الإكثار، وكونه غالبا على الإنسان، أن يكون الشعر كثير في لسانه وفي كلامه، كل كلامه أشعار 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 أشعار، فهذا حتى ولو كان شعرا يعني ليس فيه فحش فإنه يكره ذلك، لأن هذا يغلب على الإنسان فيغلبه على القرآن، فيكون استعماله للأشعار كثير ونحو ذلك، فلا يكون للقرآن مكان في لسانه وكلامه إلا القليل، فهذا هو الذي نهي عنه. ثم قال: باب تحريم اللعب بالنردشير. باب تحريم اللعب بالنردشير. قال عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. باب تحريم اللعب بالنردشير.
ما هو النردشير؟ النردشير هذه كلمة مكونة من جزئين، نرد وشير، فالنرد يعني في كلام العرب هو كلام ليس أصلا عربي، لكنه عجمي معرب، عجمي معرب، أو النردشير يعني هي كلمة عربية، كلمة عجمية معربة، وهي عبارة عن لفظتين النرد وشير. والنرد هو المقصود بالأشياء التي كانوا يعني يلعبون بها من قبيل ما يسمى عندنا بألعاب الأرقام دي، الزهر ونحو ذلك. وشير معناه حلو كما قال يعني العلماء، هذه كلمة عجمية. وهذا الحديث فيه النهي عن اللعب بالنردشير. والحقيقة النرد والنردشير هذا أو هذه اللعبة كانت موجودة قديما، لها مثيلاتها في كل زمان، في كل الألعاب التي فيها في الحقيقة إشغال عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وفيها درجة الحظوظ وكذا ونحو ذلك إن صح التعبير، إنه يضرب بالزهر وهو وحظه يخرج كذا أو يخرج كذا. كل هذه الألعاب تدخل في حكم النردشير، وهذا الحكم ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التحريم كما بوب النووي، قال باب تحريم اللعب بالنردشير. وهذا التحريم مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. لحم الخنزير هذا شيء محرم على المسلم، هذا شيء مكروه في نفس المسلم، ينفر منه، فما بالك دم الخنزير الذي هو أنجس، فالخنزير نجس لذاته، فما بالك بدم الخنزير. ولذلك هذه الصيغة يراد منها الترهيب من هذا الفعل، ولذلك الإمام النووي رحمه الله لما يتكلم في الحكم يقول: هذا الحديث حجة للشافعي والجماهير في تحريم اللعب بالنرد. الجمهور على تحريم اللعب بالنرد. ويقول: وقال أبو إسحاق المروذي من أصحابنا: يكره ولا يحرم. ولكن هذا كلام فيه حقيقة نظر، لأن ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يدل على التحريم، وهو كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فوضع اليد في لحم الخنزير ودم الخنزير حرام، فهذا تشبيه بهذا، إذن الحكم واحد. أين؟ وأما الشطرنج فيقول النووي رحمة الله عليه: وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام، ومروي عن جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد هو حرام، وهذا أقرب والله أعلم، هذا أقرب وهو التحريم للشطرنج. قال مالك: هو شر من النرد وألهى عن الخير. والإمام مالك أيضا يقول: هو أشر من النرد وألهى عن الخير، وقاسوه على النرد. نعم. يقول: أصحابنا يمنعون القياس ويقولون هو دونه، ومعنى صبغ يده في لحم خنزير ودمه ولحمه أي في أكله منهما، وتشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما، والله أعلم. خلاصة القول أن ألعاب النرد الجماهير على تحريمها، كذلك الشطرنج الأكثر على تحريمه، وبعض الشافعية على الكراهة، لكن في الحقيقة الأقرب الحرمة، كما هو مذهب مالك وأحمد رحمه الله تعالى، أنه أشر من النرد، ولا سيما أنه قد يحيط به ما يدل أو ما يظهر يعني كراهة حرمة ذلك، ولعل من ذلك الألفاظ المستعملة، فضلا عن الشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فضلا عن إضاعة وقت المسلم فيما لا فائدة فيه، والله أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.